أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. الشاعر الملهم، الفنان متعدد الجوانب، صديقي 50 سنة، أبو آمنة حامد. النهاردة في هذه الأمسية وربما أكثر سيكون معنا إبداعاته الغنائية، لكن قبل كده لا بد من إضاءة على سيرة ومسيرة أبو آمنة حامد. أبو آمنة حامد متعدد الجوانب. أول حاجة، هو جاء لشعر الغناء من الشعر الفصيح، وجاء من شعر الرومانسية إلى الشعر الغنائي، وهو الشعر فيه كثير من الواقعية الاجتماعية، ولذلك كان انتقال يدل على موهبة وعبقرية. بعدين هو إعلامي، صحفي، وضابط، وشاعر، وسياسي، وكل هذه الشخصيات هي كلها تعبر عن معنى واحد، عن قلب. أبو آمنة حامد لما رحل أنا كتبت عنه، قلت إنه كل إنسان في هذه الدنيا يحمل قلبه ويمشي به، ما عدا شخص واحد اسمه أبو آمنة حامد، فهو عبارة عن قلب يحمل إنسان. لقد كان هكذا أبو آمنة حامد، قلب يحمل إنسان، واضح، صريح، ساخر، لا يخبي أي شيء في شعره أو في كلامه أو في نثره. دار أقول لكم حاجة غريبة جدا، أبو آمنة حامد قعد في بيت عبد الله بيخ خليل خلال الثانوية العامة، أهله من الشرق بعتوه لعبد الله بيك للصلة بيناتهم. عبد الله بيك طبعا بصلاته السياسية معروف، أبو آمنة حامد في بيت عبد الله بيك قاعد ليه ناصري بي 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 بيعمل شعر لعبد الناصر، وأنت يا ناصر فكرة. طبعا أبو آمنة ما اهتم إطلاقا باتجاهات عمه عبد الله السياسية، عبد الله خليل نفسه من عظمته لم يعارض في أن يكون أبو آمنة هكذا إطلاقا، هذا يقول شعره وده يقول سياسته، وهكذا كان صريح وواضح ويقول طوالي أنا عايز يقوله بقوله، وقال في شعره ما يجب أن يقال. قال أبدأ نحن ما ناسك، دي قبل شوية عملت مشكلة مع أخونا إسماعيل عبد الجبار وأستاذنا محمدي وباقي الفرقة، لأن قلت يقولوها يعني دي جاية داخلة علينا هسة وعلى جمال دخلت هسة، وأنا صريت يقولوها أو يقولوا لي جزء منها. صحيح جايز يحصل اضطراب، هي عندها مقدمة موسيقية رائعة جدا، عندها أدائية هائلة جدا، ولكن شكرا للفرقة يقولون شيء من نحنا ما ناسك. الغزال حبك زينا زول بيشيلك في عيونه في ضلوع في دموع لو
هايلين هايل يا جيمي، نجحنا في الامتحان هايلين جدا. شكرا يا فرقة. هايل يا ولد المامون برعاية زين. عنده اغنيات برضو غناها، واحدة غناها صلاح من البادية، كان يجبرنا اخر الليل نغنيها، وشوشني العبير فانتشيت، وساقني الهوى فما ابيت، يد الحرير ارتعشت بكفي بكيت. عايزين احسن يا اخي، دقيقة. ايه الجمال ده؟ ما هذه الروعة؟
ما هذه الروعة جد يعني. ها مين يغنيها لينا؟ ما عاوز طه الدرس؟ طيب يا طه الدرس ويا طه منو ده؟ معاذ معاذ الدرس. أمذنبون